تركت كل الأغراض، تركت كل شيء لوجه الله تعالى، طلعت من إيطاليا على الباخرة على اليونان، من اليونان على تركيا، ويا وأنا يا شيخي مصطفى موظف، بس أنا بشتغل في تركيا مشغل خياطة، أقسم بالله أرحم من المشغل اللي كنت أشتغله، العمل اللي كنت أشتغله بإيطاليا. أنا كنت أخذ راتب 2500 يورو بالأسبوع، هنا ما بيعادل راتبي يمكن 500 يورو، بس أفضل عايش بنعمة، أولادي حوالي، أمي عندي، أختي عندي، وأخوي عندي. من عند الأخ الكريم، ومعنا اتصال آخر. نرضى الاتصالات كثير جدا على فكرة، كأنه الناس كانت مشتاقة لحلقة. أيوة تفضل أخي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صوتي واضح؟ صوتك زي الفل، تفضل. مرحبا أخي مصطفى، أنا اللي كلمتك، أنا مقيم بإيطاليا في ميلان من مدة 5 سنين. نحن أنا من سوريا، اسمي سلطان. أنا أخ سلطان. نعم. مرحبا أخ سلطان، الله يسلمك. حياك الله. أنت ساكن في إيطاليا ميلانو؟ نعم. أنا من المنجين، من السويسيل، من الراحلين طبعا. أنت بس أنا قصدك بدي أحكي لك قصة. قصدك من الذين نجوا من السوسيال يعني؟ نعم. بس في أنا إيطاليا في عندي سوسيال؟ أنا في سوسيال في إيطاليا؟ نعم في، نعم موجود. طب احكي لنا ايه اللي حصل. انا نحن طلعنا من سوريا عام 2012، اتجهنا الى الدولة التركية، نحن مقتربين قريبين كثير على حدود التركية. جينا على تركيا، والدي تجوز على، يعني صار شوية مشاكل بينه وبين امي، اعتزلنا عنه، انا واخي واختي وامي سكننا لحالنا. تمام. وبعدها قدمنا إلى الأمم المتحدة بعام 2014، أتانا القبول بعام 2016. جينا نحن في آخر مقابلة بيسألوك، بيقولوا إنه هم بيعطونا تحديد الدول، عطونا دولة السويد وعطونا النمسا وعطونا دولة اسمها اللهم صل على سيدنا البرتغال. البرتغال. قلنا لنا نحن، انا عندي عمي، قلت له انا عندي عمي بايطاليا، انا ما عندي حدا بهدول الدول يعني المقرن. قالت تمام، جبنا انه يكون انه هو انه نامن انه هو كان انه ساكن هنيك موجود حتى نبعثك لهنيك. انه تمام، تواصلت مع عمي، عمي قال لي تمام انا بتواصل معه، تواصل معه تمام. اجتنا طلعنا ب 2016 على ايطاليا، بتختصر بسرعه. طلعنا على ايطاليا، أمنونا الشغل، كل شيء نظامي. أنا كان أخي عمره، كان أخي عمره 9 سنة. أنا أبوي ما أعطانا الموافقة أن أختي تطلع معي، والحمد لله، الله أبوس إيد أبي إنه ما أعطاني أختي تطلع معي، ما أعطانا يعني الموافقة. أختك ما سافرت؟ ما قبل. ما سافرت؟ ما سافرت. أبي ما قبل، أبي ما قبل. الله يبارك فيه. طلعنا أنا وأمي طلعنا أنا وأخي وأمي. أخي كان عمره 9 سنوات، تعرف انتو اجت الحضانة، صار يروح على المدرسة النظامي. بعدين عشنا سنتين 2016 و17 2018، فجأة باركين الساعة 12 بالليل، رجعنا على المنزل باركين الساعة 12 بالليل نظامي، يعني انا اخي نايم، انا وامي قاعدين نتكلم. فجأة سيارات الشرطة، طبعا انا بارك ارضي، ما ارضي يعني، انا على الشارع، الشارع كله بيبين علي. بلاقي انه سيارات الشرطة مالئ الكرة الارضية كلها. يدق الباب، يقولوا نحن سوسيال. تفضلوا، ماذا تريدون؟ قال هل محمد المصطفى هنا يوجد هنا وكذا؟ نعم. قال جاتنا شكوى من المدرسة ان انت تعامل اخوك، انا عمري من 2018، انا كان عمري 25 سنة. انا الوكيل على اخي. قال انت بتعامل انت أخوك بتعامله معاملة سيئة. انت بتعامله معاملة سيئة، ومانا بالطويلة اخذوا اخي واخي بكي كثير، ما حسنا نخلصوا من يدك. وصارت امي تعصب وتبكي وتكسر، انا والدتي كمان ما قصرت. انا تفاجأوا من الوالدة،
والدي بلشت تدفش هاي وتدفش الشرطي وتضرب هذا وضربت الشرطي، أخذ الولد اختفى لمدة 7 أشهر ما بنعرف عنه أي شيء. يا لطيف، 7 أشهر، ما في زيارات، ما في سبعة أشهر لقاءات، ما في أي شيء. لا زيارات ولا أي شيء، ولا زيارة ولا أي شيء. أنا ما خليت لا محاكم، رايح جاي لعنده على السوسيال. أمي يعني مرضت، أمي ما كان عندها أي مرض، صار مع الكوليسترول، صار مع الضغط، الله صار مع يشفيك. السكر، ما في أمراض ما صار معه. إن أنا بس إنه رقعة عين، إنه بس تراها برقعة العين، يعني ما بدنا لا تحكي معه ولا شيء، بس تنظر علي من بعيد، إني بس تشوفه من بعيد إنه هو بخير. مش سامحين والله له. ما سامحين، خليه عندكم بس إنه تشوفه، بس إنه يرتاح باله. قال تمام. بعد شهر تقولي قالت تمام، جيب الوالدة خليها تشوفه. نحن رحنا دخلونا غرفة، أخي ما عم نعرفه، ما عم نعرفه، يعني بيطلع علينا ونحن بنطلع عليه كأني ما بيعرفنا، من كيف؟ كثر ما هو كيف؟ من كثر ما بيشرب الدواء، بيشرب الدواء من كثر ما بيتعاطى دواء، يعني معطينا دواء بيقولوا له الوسواس، يعني بيعمل نفسي. نحن بنقول له بالسوري مرض، انه عاملينه مرض نفسي هو، للوسه هيك بيعطوه دواء للوسه انه بينسى وبيصير دائما بيضحك. سبحان الله، تركناه شكله كان بعدين متغير. هل شكله كان متغير؟ متغير جدا، متغير جدا. تركناه رجعنا على البيت بعد، انا رايد اختصر لك الموضوع، بعد ب 2021 صار هون يعمل مشاكل هو، من يروح لبيت لبيت يعمل معه المشاكل، بعدين يدخلوه يرجع يعطوه بالمراكز كمان يعمل مشاكل. من هم انه رب العالمين الشكر لله، دعا رب العالمين استجاب لدعاء امي، طالعوه هو عمره 16 سنه، ما عمره 18 لا عمره 17، من كثر الشقاق الشقب اللي بيعمله. انه اخوي هون طلع بس عذبنا نحن، احنا صرنا نتركه ايش ما بده يعمل، شو ما بده، تعلم الشرب، السكر، التعاطي، حتى جسم راح لعندهم جسمه ما في ولا وشم ولا وشم. هلا لما اجى لعندنا مليان جسمه وشم، أعوذ رقبته بالله، ايدينه ما، أعوذ يعني بالله. نحن حتى امي صارت تكرهه. أوف، اخي تركناه على طبيعته خلص، اخي صار اخي امي تكره شيء اسمه وشم، شلون اذا كان ضارب حاله تكره الشيء اللي اسمه وشم. تركناه على طبيعته. بعدين انا هون ب 2021 بعد ما طلع اخي بعد الفتره انا تجوزت. هون اخي خلصنا منه. هلا بنجي بقصه اولادي. انت بقى انا من تجوزت انا من تجوزت الله رزقني بعام 2022 توم، توأم، الحمد لله الشكر، توأم، اللهم بارك، رزقني يزن وبيسام، رزقني بيسام وزن، يزن اللهم. وبيسام. كان عمارهم 7 أشهر، ب 2023 كبروا صار عمارهم سنة. نحن هون عم نلعب، يعني عم بلعب معهم هون. انا عندي بنتي في وقت، يعني هن صحيح اجوا توم بس في فرق بيناتهم يومين ثلاثه، بيسام اجت الاول بعدين يزن. نحن بيركين جيران، على فكره انا اللي خلصني من السوسيال جيراني جزاه الله خيرا، يهوديه، المراه يهوديه ايطاليه الاصل الايطاليه، هي اللي خلصتني من السوسيال. في حالة أخوك كنا في باكين. البداية، في الأول ولا في أولادك؟ لا 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 في أولادي. طب أنت إيش اللي حصل يعني لأولادك؟ هون يعني هلا كيف؟ أنا بحالة أخي، أنا بحالة أخي أنا هون بعتذر عن أم، بيعطوني سكن لحالي، من أنا بتجوز باخذ سكن لحالي. أنا أمي هون نزلت، أنا أمي هون نزلت على راحت على نزلت على تركيا. أوه، رجعت كملت لأختك والوالد. وأنا ندمت. لا انا والدي وامي في شويه مشاكل بيناتهم بس يعني، معتزلين عن بس بعض، هي وجدت نزلت راحتها، يعني ان هي ترجع الى تركيا عموما يعني. اخذت اخي ونزلت، اخذته تعالجه بتركيا. اخذت اخوك. انا ضليت، انا اخذت بنت عمي
أنا مو عمي بإيطاليا أخذت بنته. أنا ظليت وأنا ندمت ليش ما نزلت معنا، كثير ندمت ليش ما نزلت. الحمد لله الساعة 9 صباحاً ندق الباب، اثنين امرأة قالونا نحن، أنا ماني بالبيت، مدامتي فوراً دقت لي، أنا كنت بالعمل، أنا كنت أشتغل مندوب مبيعات ألبسة في إيطاليا، قالت لي فوراً تعا. قلت لها خير؟ قالت لي اثنين نسوان دخلوا على البيت بركوا، بس قالوا لي إني أنا من السوسيال. خير اللهم جعله خير. جيت على البيت قالوا لا تخافوا لا تخافوا، نحن اجتنا شكوى مراقبة بس، انه انت كيف تتعاملوا مع الاطفال، كيف انت ومرتك تتعاملوا. طبعا انا قبل ما يعني قبل ما يجوا هدول السوسيال على بيتي، انا متفاهم مع مرتي، قلنا له انه احيانا يعني لازم ما نقول والله انه ما بيصير، ما انا وانت ما نتخانق ونعصب بيصير مشاكل، ما في بيت ما بصير فيه مشاكل، لازم يكون فيه مشاكل بس مو دائم. قلت لها بس لازم نحن نتعامل في العقل اهم شيء. هي فهمت علي، اجى السوسيال، نحن بلشنا نتعامل مع الاطفال، قد هن بس باركين يكتبوا، عم بيكتبوا انه مش انه نحن كيف نتعامل مع الاطفال، كيف انا اتعامل مع مدامتي باركين. اجوا يوم ثاني يوم ثالث يوم، ضلوا عندي شهر شهر، يروحوا ويجوا، يجوا الساعة 9 يروحوا الساعة 5، يجوا الساعة 9 وأنا من وراهم بعد حسين راح الشغل. استلموكوا بقى؟ أخاف، سلموني أنا صرت أخاف. بعدين قطعوا 3 أشهر ما عاد يجوا. هون بسنة 2023 صارت معنا مشكلة بسيطة جدا. أنا طالع بيركي طالعين في عربانة الأطفال، أنت بتعرف عربانة الأطفال، إني أنا عامل عربانة الأطفال مجوزي. فجأة هذا أنا ماني رابط الحبلة عشان ما إذا صارت طجي ما طجي الولد ما يطب، فجأة إنه ابني يطب لحاله، يزن يطب لحاله، وفي وحدة ما بعرفها ماشية بالشارع، المهم إجا خبر للسوسيال الفيديو اللي هو يزن كيف طب، اجى الخبر للسوسيال، اجت السوسيال الله. بالليل الساعه 3 بالليل دق الباب، شرطه مليان. ما نحن اللي عملناه، اجوا الجيران، هذول الجيران اللي مرتي تبرك معهم، هن 4، في مره انا كثير بساعدها، كنت احملها مثلا تشتري اغراض، كنت اشيل اغراض اطلع لها فيه للطابق الخامس، هي ساكنة بالطابق الخامس، كنت دائما أساعدها، كنت أسقيلها الزرعات، أي شيء بتطلبه، أي شيء رايدتها، أي شيء كنت دائما بساعدها لهي الإمرأة الإيطالية يهودية. لما إجت شافت الشرطة نزلت لتحت. النقطة إنه نحن كيف تعاملنا، نحن تعاملنا بحكم الله وبالعقل، ما إنه أتنا حالنا إنه هني عم بيسرقوا الأطفال، بس نحن عم نبكي من القلب، عم ننحرق من القلب، بس قدام ان احنا عاملين حالنا ما عم نبكي، منا زعلانين، منا اي شيء، عاملين بس تعاملنا معهم بالعقل. قلنا له تمام، تقول طب عادي. قال انت ما عنك شايف كيف تطول طب هذا الفيديو؟ طلعوا يكون انسان مارق من هون وصور، ما عندي مشكله يعني. ومرتي بس من قلبها عم تحترق، عرفان انه فؤاده بده يروح، بس كان دائما عم بقول له هدي، لا انت بس عصبتي هم بياخذوه، بلشت تعملي حركات ومشاكل، بدي ياخذوه، خليكي هاديه وتعاملي في بالحكم في عقلك، لا تسرعي. هم اخذوا الاطفال يعني خلص اخذوهم، بس ما حطوهم بالسياره، ولدتك هاي الامراه الايطاليه جزاها الله خير. قالت لهم اول شيء الاب، انا بابي مقابيل بابه، وبطلع بنزل وبسهر معهم وببرك معهم، ما شفت ولا مره ما ازت اطفالهم، وبيتعاملوا معهم احسن من الاطفال الايطاليين، وقالوا ما نكون مجبرين تاخذ الاطفال، واللي صور الفيديو هذا ما صور هو اللقطه اللي هو طب، ما صور كيف هو طب الطفل، ما نكون حق تاخذوا اطفاله. وانا من اخذوا الاربعه الجيران كلها لزت، اقسم بالله الجيران يعني ما هو كلهم يعني انه 4 5 لزوا ايطاليات، شافوا هاي الامراه بالعكازه
عم تضرب الشرطي. نزلوا الايطاليات وقفوا بوتش السوسيال، السوسيال ما عاد يحسن يحكي. قام رجعونا اطفالنا بس اني حطونا براسهم. قام معنا الحمد لله الشكر لله تعالى. ثاني يوم طبعا هون بايطاليا لازم انت عملت المفتاح للامراه، قلت لها انا والدتي مريضه لازم اروح لها زياره، لازم ارجع. يعني انا قالت انا ما قلت لها اني والدتي بتركيا، انا قلت لها والدتي بفرنسا لازم اروح. قالت تمام. قلت لها هذا المفتاح انت بيعي الاغراض، لازم البيت ما تسلمي صفر يعني اذا نحن تاخرنا، هذا الاغراض بيعيه وشوفي مين المحتاج اعطيه. تركت كل الاغراض، تركت كل شيء لوجه الله تعالى. طلعت من ايطاليا على الباخره على اليونان، من اليونان على تركيا، ويا وانا يا شيخي مصطفى موظف، بس انا بشتغل في تركيا مشغل خياطه، اقسم بالله ارحم من المشغل اللي كنت اشتغله، العمل اللي كنت اشتغله بايطاليا. انا كنت اخذ راتب 2500 يورو بالاسبوع، هون ما بيعادل راتبي يمكن 500 يورو، بس افضل عايش بنعمة، اولادي حوالي، امي عندي، اختي عندي، واخوي عندي. اخوي صحيح انه تغير شوي بس ما حسنا نغيره، انه ما حسنا نشيل الوشم من ايده، ما حسنا نعمل اي شيء، بس الانسان رجع تاني. وهذا قصدي، انا اختصرت لك الموضوع. الحمد لله على سلامتك اخي الكريم، لانك انت في البداية قلت انك في ايطاليا، انا خفت بصراحة، قلت بعد كل ده هيفضل قاعد هناك، ده تبقى ليلة صعبة بصراحة. فالحمد لله على السلامة، أنا والحمد لله الذي نجاك. أنا 2003 الحمد لله، أنا 2023 بالشهر العاشر جيت على تركيا الحمد لله. وإن شاء الله أخوك يتحسن، أخوك يتحسن هو كمان، ولعله هذا الأمر ما رغم صعوبة التجربة لعله هذا الشيء فيه خير، لأنه أنتوا لو كنتوا برضو فضلتوا في، شفت لسه في أخ مشارك قبلك اللي هو برضو السوري اللي هاجر من أوروبا وترك الأسرة، لو هو ما سافرش كان هيفضل طول عمره يحلم يسافر ومفكر إنه حياته متعطلة بسبب عدم السفر، صح يا أخي ولا لا؟ أنت نفسك لما تكون معروض عليك السفر إلى أوروبا وما تسافر هتفضل طول عمرك تفكر ليش ما سافرت، وكل ما تحصل لك أزمة. الآن بعد ما شفت هذا العذاب أنت بتفكر ترجع تاني؟ لا ما بفكر ولا برجع تاني ولا بعمري. إذا تركيا طلبت إنه، إذا تركيا سلطات تركيا الله يجزيهم الخير، إذا تطلب إنه يتم الترحيل السوري من هنا، أنا برجع على بلدي. الله يكتب أجرك إن شاء الله، ربنا يثبتكم. إذا بيفتحوا الأبواب الأوروبيين، بيفتح باب أوروبا بتقولوا رجع وين ما بدكين، أنا ما برجع، برجع على بلدي أنا. الله يثبتك أخي ويبارك فيك. يعني أنا يا شيخ مصطفى، اللحظة اللي هني عم بيجوا ياخذوا أولادي، أنا أقسم بالله القلب عم بيحترق، بس مو حاسمين انه ننظر لهم انه نحن يا قديش، انه بس هن شافوا اني صرت تعمل لهم مشاكل وتخرب وتكسر وتهجم عليهم خلص. سبحان الله، انت انسان مبين، انت انسان ما بتحسن تربي اولادك، لازم تكون معهم هادي. سبحان الله، تعمل حالك ريلاكس، ما بتعمل معهم اي شيء. انا ما دامتي فهمتها، وما دامتي الحمد لله انسانه صالحه وانسانه فاهمه وطالبه شريعه، انسانه فهمت الموضوع، ورب العالمين لا ينسى عبده، هو رب العالمين نجانا من هذا الشيء الحمد لله. احنا ندمانين انه رحنا لهنيك وضيعنا كل هالعمر، وصرنا اخي يعني هنيك، صحيح اخي صرنا اخي، اخي خسر كل شيء يعني رحنا هنيك خسر كل شيء، ربنا يعوض عليك. هلا هو عم يشتغل معي، اهلي كلهم معي، وانا حوالي ابوي بروح لعنده بيجي لعنده، يعني الحمد لله رجعت حياتنا احسن من قبل الحمد لله. وابي له كلمه، ابي قال لي، قال لي انا قبل ما اطلع، ابي قال لي بدك تندم على طلعتك. ابوك بقى عارف اللي فيها بقى من البدايه، عشان كده ما رضيش البنت تسافر. ايه قال لي بدك تندم فعلا ندم. الله اكبر، الله يبارك لك فيه ويصلح الاحوال ويجمعكم دائما على الخير والحق. وحمد لله على السلامه، فرحنا ليك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وفي ابنائك وفي زوجتك وفي اهلك وفي كل من تحب، اللهم امين، وينجي جميع المسلمين من شراك هذه المؤسسات الخبيثه. الحمد لله على السلامه اخي، جزاك الله خيرا. الله يسلمك، السلام عليكم للجميع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرا للاخ الكريم، جزاه الله خيرا على هذه المشاركه. ومعنا اتصال اخر.